القضية بقى بتاع ليفي قصص كتيرة للخلق ولطوفان نوح، لأنه بعد الطوفان لما انتهى الناس تجمعوا في أرض شنعار وبنوا لنفسهم برج عالي اللي هو برج بابل عشان يعبدوا آلهة أخرى. الرب بلبل ألسنتهم، فخرجت المجموعات البشرية إلى أماكن مختلفة من العالم ومعاها نفس قصة الخلق وقصة الطوفان، لكن حوروها حسب الحضارات بتاعتهم. اللي موجود ده محور من الأصل، ووجود قصص للطوفان، في أكتر من 200 قصة للطوفان، ده يؤكد أن كان في حدث حصل. إمتى بقى نعرف إيه الصح وإيه الغلط؟ لما نمسك العلم التطبيقي زي ما أنا شرحت، زي ما الناس بتوع كوريا عملوا دراسة على الفلك ولقوا أنه فلك نوح هو اللي يثبت في الأمواج العالية وفي الطوفان، لكن الفلك اللي بيوصفه جلجامش ده ملوش أي معنى. أنت بتقصد القياسات، يعني قياسات الفلك أنه استحالة يغرق في المي. بالضبط كده، فلك نوح ما يغرقش، والكائنات اللي جواه تقدر تعيش، لأنه الهزة الشديدة في المية برضو ما هي مشكلة. فالاستابيليتي والسيفتي وكل الأمور دي في فلك نوح مثبوتة علميا، لكن في المواصفات بتاعت جلجامش كلها لا يمكن أن تكون، مش ممكن يعيشوا جواه حد، فيبقى مين اللي بيقول الصح ومين بيقول الغلط. حاجة تانية يا أسيس نزار، في الخلق يقول لك الخلق في جلجامش والحضارة السومرية إنها خناقة بين الآلهة، وإنه فصلوا، كان الأرض والسماء ملتصقين، وبعدين ابن من بتوع الآلهة مزعهم من عن بعضهم. كلها خرافات مصنعة، لكن لما تقرأ في الكلمة المقدسة الكتاب المقدس تلاقي إنه في البدء خلق الله السماوات والأرض. الله الواحد، الله المثلث الأقانيم، إلهيم هو الخالق بكلمة قدرته. ده فرق شاسع بين قراءات الحضارات السومرية والبابلية مع قراءات الكتاب المقدس. فرق شاسع جدا. عشان كده أنا يا أسيس نزار بحب أقول أحداث الكتاب المقدس، لأن دي مش قصة بمعنى كان يا مكان في قديم الزمان، لكن دي أحداث حقيقية صنعها الله بقدرته السرمدية. عشان كده علينا نحترمها وندرسها ونفهمها ونقارنها بكل الآراء المختلفة، مفيش أي مشكلة، لكن نتمسك بالحق.